اختارت معنا باغ شونس الحمد لله عندنا الناس هنا وصلوا وجابوا معهم عندنا تصميمين منهم سليمة بوسمي هي يعني مؤسسه بهذا القفطان واختارت اللون حيت في نفس الوقت تقليدي وعصري داكشي اللي عجبني في سي امبورطون سي مي بون جو نيم با لي كافتون ترو شارجي ولكن يكون بالنسبه ليا مزيان يكون لي يكون بجوج يكون في نفس الوقت يكون قفطان وفي نفس الوقت يكون عصري حيت حنا عاوتاني باش نخرجوا من لوردينير علينا الحاجه تكون فيها واحد كلكو شوز دو بليس اون فالور اجوتي ارتستيك. بهذه المناسبه اليوم لابسه من عند المصممه الكبيره سهام الهبطي وكنتمنى نكون كيف ما قلتي وانا كنحاول نرضي جميع الاذواق وإلا كنت متوفقة فهذا كيرجع المصممين اللي لبسوني وكنقول لهم شكرا. ميرسي بوكو غير بوجودك زعما أنا ما شايفة حتى شي إليغونس شايفة راسي أنا فاطمة زهرة.